محافظة الدين وروح جديدة من هذه العاشة الأمار، يكون هناك يعني عمل حقيقي. صحيح أن الوقت مضغوط، يعني وقت قصير، ولكن أكو موازنة كبيرة. Happy to see you still in your position because I also saw that. I'm really happy that it makes your work easier, and I think it's also you received a lot of appreciation for the last year's work what you have done. تشكر جدا بالبداية على كلامكم، أكيد هي تقدر جهودكم خلال السنة الماضية اللي هي شيء فعلا يستحق التقدير. شكرا على هذا. تشرفت مديرتنا بزيارة السيدة إلاني سكاتيا مديرة مشروع الدعم الاستقرار التابع للوكالة الألمانية في العراق. طبعا الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي جازت، هي كانت دائما لمحافظة نينوى في مختلف قطاعاتها ومتواصلين من اليوم الأول لعمليات التحرير. نشكر جهود الوكالة الألمانية التي زودتنا بكثير من الآليات والمعدات، متواصلين معنا العديد العشرات من الآليات الآن تعمل في المؤسسات البلدية، هي من الدعم الألماني، كذلك المحولات الكهربائية والمولدات والمستشفيات المتنقلة. اليوم نبارك لها ترقيتها إلى حيث أصبحت هي مديرة المشروع في العراق، واليوم جاءت لنا برفقة وفد ألماني تابع للوكالة من أجل زيادة الدعم لمحافظة نينوى. لدينا مشاريع ضمن عام 2019 مع الوكالة الألمانية، حيث تكون هناك الكثير من معدات التنظيف. سنركز على القاطع الغربي تلعفر وسنجار والبعاج، وعدتنا أخيرا أن هناك الكثير من المشاريع هي في ضمن إعداد المناقصات الأولية من أجل إطلاق الدعم لها، كذلك بعض الأثاث والأجهزة المكتبية والمعدات المكتبية في دوائر المحافظة. طرحنا بعض الاحتياجات في قضاء البعاج، وإن شاء الله ستكون هناك دراسة لهذا الموضوع من قبل الوكالة الألمانية. كذلك إن شاء الله وعدتنا خيرا في أن تكون المستشفيات المتنقلة تعمل خلال منذ فترة شهرين من الآن المستشفى المتنقلة الموبايل. هذا الدعم المتواصل من الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي جي آي زد ساهم وبشكل كبير في عملية دعم الاستقرار في عموم محافظتنا.